لما انا رجعي ما كنت افكر موضوع ربح وخساره، اليوم من كل فايز بالنسبه لي، بس هذه احلى جائزه جتني في حياتي. شكرا جزيلا. والدتي وابني يوسف. لا لا صراحه انا لازلت ارجف، لازلت من مستوعبه ومرعوبه شوي، لكن سعيده سعيده. هذه الجائزه ليست لالهام علي فقط، بل هي الى الفن السعودي. احنا قدر وقدر ان شاء الله الجاي ارجف باذن الله. أبي أقول لكل عائلة إلهام علي شكراً جزيلاً. عائلتي الجميلة الداعمة قدمتم لي الكثير، وإن شاء الله يا رب في الجاي يكون أجمل وأجمل. نجتمع دائماً على حب وعلى خير وعلى تميز بإذن الله. ما كنت متوقع، بس الحمد لله الحمد لله، هذه بركة من الله. وشكراً لكل شخص ساعد وساهم في التصويت، شكراً لكم. هذه الجائزة لكلنا، لولا لكم أنتم ما جاني شيء جميل هذا. شكراً لكم وسلم. للأمانة لا الصراحة ما كنت متوقع أن يفوز، لكن الحمد لله الحمد لله على كل حال، يعني فزنا فيها وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم من القلب، وباذن الله يعني نعدكم ان شاء الله بمزيد من الانجازات باذن الواحد احد ان شاء الله. شكرا جزيلا. لا والله انا مره فخوره مترشحه مع رياضيين بارزين زي دانيا وريما وريال، مره مبسوطه اني فزت والله. شكرا لكل ما تسويه. شكرا، وحابه اقول لكم انه ما في شيء مستحيل، اجروا ورا احلامكم وبس، ما في شيء مستحيل.